احنا وصلنا الى فين في مصر في مساله تطوير التعليم الفني؟ انا عارف ان احنا تقريبا عندنا 60 مدرسه تعليم فني حديثه. احنا وصلنا ل 40 مدرسه. 40 40 أوكي. ان شاء الله يعني اسبوعين وهتبقى عندنا 40 مدرسه. دي مدارس طبعا براند جديد من التعليم الفني، نقدر نقول عليه تعليم فني نموذجي، وبينشا هو تطوير للتعليم المزدوج، ان احنا بنعمل المدارس دي بالشراكه مع ارباب الاعمال، اصحاب الاعمال، الشركات الكبيره. عشان يبقى هو اولا بيلتزم معانا بالاستثمار في البشر اللي هو هيشغلهم عنده في مصانعه. حلو. او غيره، يعني المصانع اللي خرجت طلبه تقريبا عينت 90% من الخريجين. كويس جدا. طيب كمل يا فندم. فدي احد الحاجات، ان احنا يعني نشرك القطاع الخاص في تطوير التعليم، في تطوير التعليم، لان هو صاحب، هو اللي هيشغل الخريجين دول. زي ما كنت بقول لحضرتك، الاستثمار الاجنبي اللي هيجي لما شركه تكون مستقره، وهو ده اللي حصل في المانيا. في المانيا الولد لما بيوصل ل 15 سنه ويخلص التعليم الاساسي بيدور على فرصه تدريب في شركه، شركات كتير. ايوه. فرصه التدريب في الشركه هو ده التعليم الفني المزدوج. فطبعا ده ان شاء الله ناويين نوصل، كنا ل 100 مدرسه من هذا النوع. بس طبعا ال 100 مدرسه دول قليلين بالنسبه لحجم الطلبه اللي احنا محتاجينهم في مصر. يعني عندنا 2500 مدرسه فنيه، عندنا 2.1 مليون طالب. فال 100 دول احنا الحقيقه عندنا يعني تعاون شديد بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره التخطيط والجهات الاجنبيه اللي بتساعدنا. فدلوقتي في تطور جديد، ان احنا ما نكتفيش ب 100 مدرسه خلال الاربع سنين الجايه، لكن نوصل ل 200 واكثر. والحمد لله يعني اول يعني الحاجات المبشره ان ما بقاش في مشكله كبيره في التمويل الحكومي، لانه بقى يبقى في نتائج. لما بقى المدارس دي بقى هتبدا تطلع خريجين، صح، ده بيغير الصوره، حتى بيعلي الترتيب الدولي المصري، بيحسن الترتيب الدولي المصري في مجال التعليم الفني. ده ما كانش بيحصل، عايز اقول يعني لوقت كبير يعني. فده الحقيقه حاجه. الشيء الثاني يوسف بيه، انه بالاضافه للاقتصاد المصري، الخريجين المصريين من التعليم الفني بالذات ومن الجامعات طبعا، في الكليات اللي هي عمليه اكتر، مطلوبين في الفترات القادمه في اوروبا. ليه؟ وده ما بنسافر اوروبا، المانيا وفنلندا وايطاليا، الطلب ده بيتقال صراحه، وبيتقال العدد كمان. يعني عايزين الخريجين بتوعنا؟ عايزين الخريجين بتوعنا، بس مش الخريج اللي هو اللي ما بيعرفش مثلا يتكلم انجليزي، اللي مهاراته مش معتمده دوليا، اللي على قديمه بقى، خريج بتاع زمان. ده مش مقبول. لازم يكون واخد شهاده جداره كده. لازم يكون واخد شهاده، لازم يكون، ولازم يكون متعلم بمنهجيه اللي حضرتك قلتها دي، الجدارات او الكومبتنسز. كومبتنسز او الجدارات بتختلف عن التعليم العام اللي بيعتمد على المعارف بس. يعني لما اشوف حضرتك الثانويه العامه او الاعداديه، هو مدرس وكتاب وسبوره. بنحاول ندخل مهارات وانشطه، انما مقاومه شديده. انما التعليم الفني التعليم الفني بقى انت لازم تبدا بالمهارات والمعارف المصاحبه لها والسلوكيات. يعني السلوكيات بتاعت الطالب في التعليم الفني في منتهى الاهميه. انه اولا يلتزم، يكون منضبط، يصحى بدري، يروح الوقت، يروح الشغل في الميعاد، يكون واخد على البيئه الصناعيه، يحافظ على البيئه، يحافظ على صحته، يحافظ على المكنه ممكن تكون بملايين. فالحاجات دي ميزه التدريب في المصانع، ان هو بيكسب الطالب الثلاث حاجات دول، اللي هي يبقى هي دي الجداره. الجداره مين اللي بيحددها معانا بقى؟ هو ده الجديد في التعليم. أيوة. الفني. احنا بنقعد مع رجال الصناعه. حلو. ورجال الصناعه نعمل معاهم جلسات، انا حضرت بعضها من اسبوعين في احدى الفنادق في الساحل الشمالي، في مثلا في مجال الهايبر ماركتس، مجال تجاره التجزئه مثلا. مش واحد شركه واحده اللي بتعمل معانا مدرسه، انما عشان نحدد الجدارات بتاعه الخريج لقيت جايبين 10 شركات. وهكذا في كل حاجه. بنعمل مثلا مدرسه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنجيب مع شركه واحده، جايبين الشركات المثيله ليها، بحيث يبقى عندنا مجموعه من الممثلين للصناعه
بيحددوا الجدارات اللي لازم الخريج يكون مكتسبها قبل ما يتخرج. بل بالعكس كمان طبعا بنراجع مع بعض ونصمم المنهج وهم يراجعوه لنا ونصممه تاني لغايه لما يبقوا راضيين عنه، وبعدين نبدا نعلم الاولاد. الجديد بقى ان احنا بنجيبهم يمتحنوا معانا الخريجين. لما نيجي نمتحن الخريجين ما يبقاش المعلمين بتوعنا هم الوحيدين اللي بيمتحنوا الخريجين، ده احنا بنعمل لجان السنه دي اول مره هتتعمل، عندنا ما يقرب من 55,000 طالب داخلين الدبلوم السنه دي، بنمتحنهم عن طريق لجان مشتركه بين المعلمين التعليم الفني والممثلي الصناعه. فده اول مره بيتعمل. لانه بعد كده ليه بقى؟ لان الصناعه لما تجيلي الشكاوي اللي كنت حضرتك بتقول عليها من شويه، ده الولد مش عارف المهارات، ده الولد ما بيعرفش يقرا ويكتب. ما بيعرفش يقرا ويكتب، ده جاي منين؟ ما هو ما جاش التعليم الفني فهو كان بيكتب وبعدين التعليم الفني نساه، هو جاي ما بيعرفش فعلا. صحيح. نتيجه التدهور اللي حصل في التعليم الاساسي.